يعني شاب مؤمن مستقيم طاهر عفيف صادق أمين يغض بصره، هذا ماذا ينتظر من الله؟ حياة طيبة. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ماذا ينتظر هذا الشاب إذا آمن بالله واستقام على أمره؟ ينتظر كل خير، ينتظر حياة طيبة. فإذا عاش الحياة الطيبة جاء تأويل الآية. إنسان أعرض عن الله، أراد المال من أي طريق، أراد الشهوات، أراد انتهاك الأعراض، أراد نهب الثروات، هذا ماذا ينتظر من الله؟ التأويل، وقوع الوعيد. لذلك قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. حينما يعيش معيشة ضنك جاء تأويل الآية. المرابي أمواله تزداد، هذا ماذا ينتظر؟ تأويل آية الربا، يمحق الله الربا. حينما يخسر ماله كله نقول جاء تأويل الآية. المتصدق ماذا ينتظر؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. حينما يزداد ماله أتت تأويل الآية ويربي الصدقات. أنت حينما تطبق آية في القرآن يجب أن تنتظر تأويل الآية. ما هو التأويل؟ قد يكون في الدنيا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ دقيق، سواء محياهم حياتهم مستحيل ومماتهم ساء ما يحكمون. أنت مؤمن لك حياة مستقرة، لك عند الله طمأنينة، لك عند الله شعور بالأمن، شعور بالسعادة، توفيق، رزق حلال وفير، زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها، أولاد أبرار. أنت حينما تستقيم على أمر الله يجب أن تنتظر من الله كل خير. الدليل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. أيها الإخوة، قضية التأويل رائعة جداً. هل ينظرون إلا تأويله؟ تأويل. أحياناً تتصدق ويأتيك الخير من كل مكان، وأحياناً يرابي الإنسان يمحق ماله. إذا ضاعف الله له دخله يكون قد جاء تأويل آية الصدقة، وإذا محق الله ماله يكون قد جاءه تأويل آية الربا. أبداً. لذلك هذه الآية أنا أخاطب بها الشباب: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله الذي لا إله إلا هو، أن يستوي عند الله المحسن والمسيء، المستقيم والمنحرف، الصادق والكاذب، الأمين والخائن. من متع عينيه بمحاسن النساء ومن غض بصره، والله أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء، هذا لا يتناقض مع عدل الله فحسب بل مع وجوده. مستحيل، اطمئن. المؤمن واثق من الله عز وجل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت عم تعامل خالق بيده كل شيء، بيده كل أمرك، صحتك بيده، أهلك بيده، من حولك بيده، من دونك بيده، من فوقك بيده، قوى الشر بيده، الأقوياء بيده. لذلك قال تعالى: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أين الثرى من الثريا؟ يعني قطعة لحم مشوية وأنت جائع جداً كقطعة لحم متفسخة رائحتها لخمسين متر تخرج من جلدك منها. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حينما أقف أمام الحجرة النبوية الشريفة، السنة أن نقف أمام مقام رسول الله ثم أمام مقام سيدنا الصديق، أقول: هؤلاء الذين عارضوه أين هم؟ أبو جهل في مزبلة التاريخ، ها
هؤلاء الذين صدقوه وقاموا معه أين هم؟ في أعلى عليين؟ شيء واضح جداً. بطولتك أن تكون مع الحق، أن تكون في خندق الحق. وأكبر إنسان أحمق من وضع نفسه في خندق معادٍ للحق.